أهلا بكم في وين وين مغاربي. كشف مصدر خاص لموقع وين وين أن مدرب المنتخب الجزائري السابق جمال بلماضي هدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم باللجوء إلى الفيفا في حال عدم حصوله على كامل مستحقاته المتمثلة في رواتب 35 شهرا 7,280,000 يورو، علما أن عقده ينتهي في ديسمبر من عام 2026. تعرض بطل السوبر الإفريقي اتحاد العاصمة لخسارة ثقيلة بنتيجة 5 أهداف لهدف أمام نادي بارادو في الجولة 16 من الدوري الجزائري. علم موقع وين وين من مصادره الخاصة أن الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا تلقى عرضا مغريا من أحد أندية دوري روشن السعودي. انتهى كلاسيكو الدوري المغربي بين الجيش الملكي والرجاء البيضاوي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في قمة الجولة 18. طلب مدافع النجم الساحلي عليا البريغي عبر مقطع فيديو نشره في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام من إدارة ناديه بتسوية وضعيته المادية عبر دفع مستحقاته العالقة، متوعدا بفضح الإدارة إن لم يحصل عليها. عرض المدرب الهولندي إيلكو شاتوري خدماته على الاتحاد التونسي لكرة القدم من أجل تدريب منتخب تونس خلفا لجلال القدري، وذلك بعدما استقال من منصب المدير الرياضي لنادي الاتفاق السعودي في ديسمبر الماضي. ختام موجز وين وين مغاربي، إلى اللقاء.